لا سوب اللي كتدفي في هذا الجو البارد ما فيهاش بزاف ديال القوام، بنينه وسهله معسر اللي يخليها عاقده بحال ديال المطاعم. واحد الجميله كندير الزيت مع الزبده، كنشحر فيهم بصيله وثومه وكنجبد طري، ممكن نديرو بودره الا ما عندكمش طري، ومن بعد كنضيف فيهم شويه ديال الزبده المقطع، شامبينيون اللي كان طري يكون احسن، وشويه ديال الفلفل شامبينيون نوار واحد 5 دراهم مليحه وبزار، والصوجه صلصه السمك ممكن تعوضوها بضامتي ديال السمك، وهنايا الماء فاش طيبت القشور القيمه. من بعد ما كنخليها 10 دقائق تتغلي كندورها بحال تدور التحريره بجوج معالق ديال النشا. هنا كندير اندومي ديال الكروفيت مع العطريه ديالها ونخليها 3 دقائق حتى كتقطع، كنقطعها انا بالمقص وكنخليها تطلع فيها الغليه وكنقدمها، كتجي بنينه وتدفي في هذا البرد. جربوها وما تنساوش ليا لايك الفيديو.